صحتي في تغذيتي. واليوم مع أسماء أزري والأخصائية في التغذية غادي نتكلموا على النحافة في رمضان. أهلا بك أسماء. أهلا سناء. شغل الشاغل ديال كثير من الأشخاص خلال شهر رمضان أنهم ينقصوا في الوزن ديالهم على أساس أنه كتكون وجبات قليلة وكنصوم على طول اليوم. فاليوم بغيت نتكلموا على هذا الموضوع. نعم، فبالنسبة لشهر رمضان تيكون عندنا ماشي عند كل شيء، يعني هي فئة اللي نوعا ما قليلة كيكون عندهم المشكل ديال النحافة في رمضان. فهاد الناس هادو كيقدروا ياخذوا كميه قليله الاكل صافي كيشبه، واحيانا ما كيتسحرش. وهاد الناس هادو مع الوقت كيولي عندهم فقاعات غذائيه ولا نقصان في بعض المواد اللي هي معدنيه. النحافه بحد ذاتها ماشي ما كتكونش مشكل، غير الا كان عندنا معاها مصحوب معاها نقص في بعض المغذيات الرئيسيه والضروريه اليوميه، بحال الحديد، بحال مثلا الفيتامين دي. فهاد الناس هادو هما اللي كنخافوا على صحتهم. وايضا النحافه عند بعض، يعني بعض الناس اللي كيكونوا نشيطين بدنيا، يعني كيتحركوا بزاف وكيبذلوا مجهود بدني، فما كتكونش النحافه الشديده محبده عندهم، وكيلزمهم واحد نظام غذائي خاص بهم باش ما يزيدوش ياخذوا من يعني المخزون ديالهم، سواء من يعني من البروتينات اللي هما من العضلات ديالهم اولا من الدهون القليله اللي هي اصلا كتكون عندهم قليله. اذا دائما خاص يكون عندهم واحد الوجبات اللي هي فرقة على طول اليوم، وتكون وجبات مختارة بعناية بحيث أنها تكون فيها يعني سعرات حرارية عالية خلال اليوم، باش ما كيزيدوش ينقصوا يعني الوزن في شهر رمضان، وكيحافظوا على الأقل يحافظوا على الوزن ديالهم خلال هذا الشهر الكريم. واخا غادي نجاوبوا على تساؤلات المستمعين، وكاين تساؤل من عند مستمع سي فريد من الدار البيضاء. العمر ديالي 26 سنه، مزوج وكناكل غير الماكله ديال الدار، ومع ذلك الوزن ديالي ديما ناقص، راني جلده على العظم، ومؤخرا توزنت ولقيت نسبه ديال الدهون قليله بزاف. واش هادشي ما ياثرش على الصحه ديالي؟ نعم، بالنسبه لهاد الناس اللي تيكون الوزن كما قلت عندهم ناقص بزاف، فإلا كان هو شكلا يعني قابل راسه، يعني من الناحيه الشكليه مزيان ما تيبانش مثلا عيب، هو ضعيف وكان يعني الصحه ديالو مزيانه، ملي كيدير التحاليل كلشي كيخرج ليه مزيان، فهنا ما كاينش اشكال. غير هو هاد المساله اللي قال انه التعبر ولقى ان في الوزن ديالو عطى ان نسبه الشحوم ناقصه بزاف، فهنا هادشي تيخلينا نصحوه بواحد النصيحه، هو انه دائما الا كان من كيبدل يعني عنده الخدمه ديالو مثلا كتستدعي الاستخدام مثلا العضلات وجهد بدني كبير، لازم دائما يكون عنده لي خبيساك في يعني في الجيب ديالو، ولا التمر ولا باش قبل ما يدير، خصوصا التمر. وبحال هاد الاشخاص كيميلوا لانهم يمشيو يديروا يعني كمال الاجسام ولا حمل الاثقال باش كيزيدوا ينميو العضلات ديالهم. هاد الشخص هذا الا مشى في هاد الاتجاهات، ولا كانت عنده نشاط بدني زائد، ولا غيسافر ولا غادي يتمشى بزاف، ولا داك النهار عارف راسو غيبقى على برا، لازم دائما يكون عنده شي حاجه ياكلها، ما يبقاش مثلا من الفطور حتى مده طويله بين كل وجبه ووجبه، لانه غيبدا يحرق في العضلات ديالو. هذه مساله ما مزياناش عند هاد الناس، لهذا على الاقل يكون عنده التمر في جيبه. التمر كيعطينا هذيك الطاقه وكيحافظ لنا على الكتله العضليه عند هاد الناس هادو. اذا التمر لازم يكون عنده كل يوم يعني كاحتياط، خصوصا الايام اللي غيبدل مجهود، وحتى القرار انه يمارس الرياضه باش ينمي الكتله العضليه ديالو. والا الا ما كلاش مزيان راه غادي يولي ياكل حتى حنت نسبه شحوم قليله، فالجسم غادي يمشي ياخذ السكر اللي مخزن في العضلات وفي الكبد، ملي كيسالى راه يمشي ليه يعني العضلات البروتينات ديالها ويحرقها باش يعطي الجسم الحاجيات ديالو. اذا خاصو دائما نزودوه بديك الطاقه قبل ما تسالى ليه باش بالتمر. اخر اس ام اس من عند ام نادين من الرباط. بنتي عندها 21 سنه وبدات كتنقص في الوزن حتى وصلت ل 41 كيلو، هي ذكرت الطول تقريبا متر و 63. دابا مشات منها العاده الشهريه هذه 3 شهور، مشينا عند طبيب النساء وقال لي بان كل شيء عادي عندها، فما عرفش الله يخليك اشنو، لان قالوا لي راه تقدر تكون عندها مشكل يعني في الماكله اللي كتاكل. الله يخليك، عفاك ما جاوبيني، راني تخلعت عليها.
يعني ان الاختفاء ديال العاده الشهريه عند البنات في هذا العمر هذا كتكون يعني عاديه الا عرفنا انها الوزن ديالها قليل بزاف وكيزيد ينقص مع مثلا رمضان 41 كيلو 41 كيلو متر ومتر و63 فهي نحيفه جدا مقارنه يعني مع الطول ديالها ومع البنيسات اللي في ذاك السن هذا. فالجسم ملي تيوصل لهذاك النحافه والبنيته كتكون كتاكل كنتصور ان الاكل ديالها غيكون قليل بزاف، فهنا الجسم ما تيبقاش عنده هذاك الشيء اللي غادي يدير به داك شويه العاده الشهريه. علاش كتمشي بعدا؟ كتمشي لان الجسم كيحتفظ باي حاجه ممكن تفيده من حتى ديك العاده الشهريه، داك الدم اللي غادي يمشي ولا دوك الهرمونات اللي غادي يساعدوا على ان العاده الشهريه تكون تيحتفظ بها الجسم، ما تيخليش داك الشيء يمشي في هذيك الطريق احتياطا لان عارف ما عندوش يعني كميه كافيه من المغذيات. لهذا هاد البنيته لازم انها ترجع تاكل بطريقه مزيانه وبكميات مهمه خصوصا الدهون. علاش؟ لان الدهون هي اللي الجسم كيعتمد عليها في صناعه يعني الهرمونات والخلايا، ويعني كتدخل في الجسم كله، فلازم انها تبدا تاخذ في كل وجبه كميه اللي هي مهمه من الدهون وايضا من المغذيات الاخرى يوميا، وتقنع البنت ديالها انها ترجع تاكل بطريقه عاديه. فبحال هذا المشكل اللي عند هذه البنت كيقدر يكون احد اضطرابات يعني اضطرابات الاكل النفسيه اللي هي اللي غالبا كتؤدي ان الفتيات يوصلوا لهذا الوزن، في الوزن وانقطاع الدوره يعني كنتيجه لنقصان الوزن. لهذا كعلاج ليها خاصها المحيط ديالها يبدا يشجعها على انها تاكل، يبدا الا كانوا غادي شي عراضه يديوها معاهم ويحرجوها قدام الناس بانها خاصها تاكل، ويبداو يقولوا ليها راك الوزن ديالك راك ناقصه بزاف، لانه هما هاد البنيتات ملي كيشوفوا راسهم في المرايه كيبان لهم راهم غلاظ، في حين ان الحقيقه انهم ماشي غلاظ، يعني كيكون عندهم واحد المشكل في رؤيه الذات ديالهم، وهي اللي كتادي بهم غالبا بحال هاد خصوصا اللي ما عندها حتى شي مرض اخر. لهذا ما حدها كنظن انها في البدايه ديال هاد المرض هذا لازم انها تدارك وتشجع البنت ديالها، وعلاش لا ما تشوف استشارات اخرى من بينها يعني استشاره نفسيه، ولكن الاساس هو انها تحاول توجد لها الماكله اللي كتبغي وتزيد الدهون، يعني الدهون بكميه مهمه، العصائر لي سوب، وتحيد لها من بالها ان نقصان الوزن ولا النحافه فقط هي رمز الجمال، يعني باش البنت ايضا تشجع وتبدا تاكل بطريقه طبيعيه غير الماكله ديال الدار، لا فطرت وتغدات وتعشات وزادت الدهون راه تقدر ترجع لها يعني العادة الشهرية ديالها ان شاء الله. اذا مستمعينا تابعوا معنا يوميا فقرة صحتي في تغذيتي.